بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، معكم اخوكم سلامة حمزة. الموضوع النهاردة بتاعنا اللي هو البوت الاسترتش العالي اللي هو بيبقى فوق الركبة، يعني البوت اللي هو بيبقى واصل كده شوية عند عالي فوق الركبة بشوية. المقاسات اللي هنقولها هي طبعا مفيش حاجة مية مية، مش كل رجل زي التانية، لكن ده الغالب يعني او الستاندر، وبتعمل منه عينة وبتظبط وتشوف تلبس واحد واثنين وثلاثة وتشوف متوسط المقاسات المناسبة، عشان في رجل رفيعة في رجل تخينة، خصوصا كل ما بتعلى بالبوت الرجل فطبعا الرجل بتختلف، وده هيكون استريتش الخامة بتاعته عشان يقدر ينزل ويلبس. البوت الاستريتش غالبا بيبقى سادة كده زي الـ يعني ماشي ماسك الرجل، ما فيهوش لعب كتير، يعني هو حلاوته ان هو يبقى بوت كده عالي وماسك هنا وكعب عالي. خلي بالك ما دام قلنا كعب عالي، نخلي بالنا ان الارتفاع بتاع القالب والكعب مهم جدا في التصميم كل موديل، وبيفرق في المقاسات، بيفرق في العرض، بيفرق في شكل الرجل. ليه؟ لان الرجل هنا واخده الشكل ده، ممكن لو واطي ما بيبقاش كده، بيبقى ده نازل تحت كده، فبيبقى الرجل شكلها مختلف، الكعب مختلف. هنا وضع الجزمه في الرجل ايه، تخد تشوف حتى الكندوبيت ايه طالع كده، تكاد يكون ايه يعني عدل، يعني كل ما بتعلى كل ما بتقرب انك بتبقى شويه عدل، انك محمل على صوابعك وفرد رجليها لفوق كله. فدي ملحوظه برضو بقولها في الاول، ان كل يعني البوت ده مصمم مثلا على ارتفاع 10 سم مثلا، وال 10 سم وتقريبا يعني ارتفاع ال 10 سم ده او 9 سم محسوب على المقاسات بتاعت الرجلين كده، وممكن الرجلين دي تكون معقوله متوسطه مش او رفيعه شويه، هيبقى الاسترتش الخامه بتاعتك هتدي شويه الى حد ما فيمشي الموضوع، لكن تبقى تعمل بروفه تقيس وتشوف الاول بعد ما بتعمل ايه الكلام ده. لكن الارقام اللي هنا، المؤشرات اللي هنا، هي خلاصه مجموعه من الدراسات معموله على القدم، ووصلنا بيها للنتائج دي طبعا بره، مش انا يعني اللي عملوا الكلام ده، فبناخد الحاجات دي احنا نستفاد بيها ونحاول نطبقها او نوافقها مع اللي احنا بنعمله. خلينا نبدا شغلنا وربنا يسهل. دلوقتي الرجل بتاعتي هي طبعا هنشتغل على الرجل كامله، بنفترضها كده، الرجل هنا هتبقى جوه وده القالب، يعني القالب بيبقى فيه شويه زياده، وادي الرجل بتاعتي اصلا ايه كده. اتفقنا، احنا اتفقنا ان في هنا ارتفاع كعب مؤثر قوي، اللي هو بيجي من هنا كده لغايه هنا، المنطقه دي يعني هي منطقه ثابته، لكن بنيجي ناخد منها زاويه هنا عشان نعرف بدايه طلعه السمانه بتاعت الرجل دي، بتختلف كمان طبقا لارتفاع الكعب، لان انا لو وطي ده شويه هتلاقي الزاويه دي اختلفت شويه مش ثابته، يعني كنا بنقول هي 60 70 هنا في الكعب العالي او 90 مثلا، اللي هو الخط من هنا لهنا وبعدين بناخد 90 درجه، تبقى دي بدايه طلعه السمانه. فبرضو دي ملحوظات ناخد بالنا منها. ماشي، تعالوا بقى، احنا طبعا كنا الاول برضو نسترجع معلوماتنا، كنا بنقول المبدا العام ان المنطقه دي اللي هي من الكعب لغايه اخر الكونيه من فوق، لما نضربها في 2، يعني لو دي 15 وضربناها في 2 تبقى 30، وبنزود عليها مقاس الجزمه، بنزود عليها اسف 6 ملي في الحريمي، او 6 رقم 6 ثابت في الحريمي و6 ونص في الرجالي. فلو قلنا مثلا المسافه دي 15 في 2 يبقى 30، 30 زائد 6 يبقى 36، اللي هو بيبقى الارتفاع تقريبا اللي هو عند الحته دي كده، اللي هو مع بدايه السمانه كده مثلا، او في نص السمانه من تحت، ما بيوصلش للركبه. يعني هنا عندي المقاس ده تقريبا 38، يعني معنى كده ان الجزمه دي مقاسها تقريبا 38 برضه، اللي هو اللي هم اللي لان هتلاقي هنا دي في الحاله دي هتشيل 6 يبقى دي 16 مثلا في مقاس 38. لو القالب مظبوط والكندبيل بتاعه صح، هتقيس من الكعب لغايه اعلى نقطه في القالب هنا هتلاقي تقريبا 16، وعملت انت هاف بوت لغايه هنا العادي بتاعنا، فبتبقى دي 16 في 2 زائد 2 زائد 6 اسف، يبقى 32 و6 38، تقريبا نفس مقاس 38. يعني ممكن تاخد المقاس ده
واللي هو بتاع الارتفاع بتاع البوت اللي هو العادي، ها، وتقول ان ده تقريبا بيساوي مقاس ايه؟ الرجل. اتفقنا؟ ففي بعد كده مسافه تانيه ما بين الحته دي لغايه الركبه، دي تقريبا في مقاس 38 بتبقى حوالي 12 سم. واللي انا هعلاه بعد كده عشان يجي على الفخده نفسها بقى على الرجل بيبقى من 15 ل 16 سم فوق الركبه. فيبقى الحته اللي 15 ل 16 سم دي اللي فوق الركبه ده طول ارتفاع. احنا عرفنا هنا لو انا بعمل بوت كده لغايه السمانه البوت العادي بتاعنا بسيب مسافه بينه وبين الركبه، الركبه من الحته دي في المقاس 38 تقريبا حوالي 12 سم. لما بطلع فوق عشان اعمل الحته دي، طيب اللي هنا احنا عرفنا ازاي نرسم، بنيجي من عند اخر الارتفاع العادي بتاع الجزمه ونبتدي نعمل كيرف كده زي ما احنا اتفقنا، اللي هو الكيرف ده انا هنا هحطه لك على جنب اهو، نفس الكيرف ده هو الكيرف ده، والنص بتاعه هنا اللي هو بيبقى جزء جاي كده والكيرف الناحيه الثانيه جاي عكسه. طيب حلو قوي. الحته دي بتبقى هنا الميزه في الرسم اللي قدامي ان هو مقسم لك الطول ده كل 22 مللي مثلا، يعني يكاد برضه هي بتفرق شويه لكن هقول 22 مللي جاي من هنا عامل خط 22 مللي، خط 22 مللي يعني 2 سم ونص، 2 سم وبوصه، هو كان عايز يعمل بوصه بس هي اقل شويه. وهنا 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 كل فحده من دول مقسمها لك 22 مللي. بيحاول يديك العروض العرض بتاع الرجل الستاندر في المنطقه دي. تمام؟ يعني الرجل كل ما بتطلع بقى فوق، يعني مثلا عند السمانه هنا تقريبا 175 او 178 هنا. اهو كاتب لك 175 او 178 اللي هي عند السمانه العرض ده. خلاص؟ لما بيجي عند الركبه انت بقى خلصت كده السمانه وبتلف هنا، ليه بقى؟ هنا بنعمل البوت ده ما بنديش زياده هنا، خلي بالك ما بنديش زياده زي ما كنا بنعمل في البوت العادي، ليه؟ لان هو ده هيبقى ستريتش وفي نفس الوقت هي عايزه ينزل يلبس، فهيبقى بنقول العرض هنا يبقى 178 وهنا برضه 178 في الحته دي. بعد كده بقى 179 بقى 181 بقى 184 بقى 188 عشان لو الكتابه مش واضحه في الصوره باكد لك انا باللي انا شايفه 188. بعد كده بقى 196 204 لو تلاحظ بيزيد كتير. بعد كده هنا بقى بنفتح الحته دي شويه عشان ما يبقاش ايه يعني نيجي عندنا نروح فاتحين كده سايبين الحته دي، وبعدين بيوصل في الاخر 215 اكبر عرض فوق 215، ودي قلنا 209 هنا 209 ودي 205 205 209. انا بصحح لك الارقام عشان لو عايز تكتبها يبقى 178 178 زيها 179 181 184 188 195 او 196 204 209 215. دي عند المسافات اللي هي كل ما بتطلع ايه الاثنين واثنين من عشره دول اللي هم دول بتطلع 22 مللي وبتدي خطوطك كده كده، وهو الطول الكلي زي ما اتفقنا هيبقى لغايه هنا، هيبقى جاي من نجمع بقى اللي حوالي 15 16 قول 16 و50 يبقى 66 يعني سنتي، يعني تقريبا الطول لغايه هنا من تحت لغايه الكعب 66 سنتي. لو جمعنا ده زائد ده زائد ده يبقوا 66 سنتي. قسمناهم عشان العروض وانت بترسم تقول لي طب انا هعمل العرض ازاي؟ لا انت بص بقى هتيجي من الاول هنا عشان تستريح، احنا بناخد هنا خط من هنا هنا راس الكماره هنا شويه كده، وناخد خط دغري راسي يمشي 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 هنا لغايه الركبه، هنا بينحرف شويه يعني عشان الركبه بيبقى اعرض شويه، بحاجه بسيطه وتكمل برضه خلاص. يعني بتاخد ده بقى شويه ايه هنا بيكون فتح ميل من هنا من هنا وانت طالع كده 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 النقطه دي كده بيفتح شويه، يعني النقطه دي مع النقطه دي بيفتح معاك سنه كده بيبقى هنا، وخدت ال 178 بتاعتك العاديه وخدت مقاسك ده خط مستقيم عشان القصبه دي ما فيهاش حاجه الخانه كلها بتبقى ورا. لما هتاخد النقطه دي اطلع التاني بقى مستقيم خالص على الايه؟ على الافق ده. يعني كده بقى اهو.
يبقى تلاقي ده عامل زي حركه كده، بص ماشي ازاي كده سنه، ولو خدت بالك هنا في ملش بسيط يعني، عشان تدي بقى هنا، هنا الفخده من هنا بقت عدله اهي، بدي بقى العود بتاعتي بالعرض. فانا باجي اقيس كل اتنين وشويه حته هنا واحط نقطه، واقيس هنا كل شويه عند يعني جيت عند النقطه دي مثلا، اروح طالع اتنين واتنين وعايز بالمسطره افقي خالص، واقول دي 100 قلنا دي 184 اهو 18 سنتي و4 من 10، او تخليها 18 ونص مش هتفرق قوي يعني. تطلع شويه دول هتبقى ايه 18 100 دي كانت اول واحده دي 181 دي 184. اروح جاي هنا 18 و4 من 10 اللي بعديها 18 و8 من 10 مش كده برضه، وبعدين 19 ونص، وبعدين 20 سنتي وشويه اللي هم دول اللي قلنا عليهم. كل ما بتاخد بقى بتاخد من الخط ده افق كده وتعمل نقطه، تاخد خط ده افق وتعمل نقطه وتوصلهم، اهو خط كده بقى عامل كيرف لوحده. يبقى انت رسمت الحته اللي فوق اللي انت كنت عايز ترسمها. دي الزياده اللي انت ما عملناهاش قبل كده في البوت الثاني. هتمشي خطوات البوت الثاني عادي جدا معاك، وتيجي بقى هنا عشان تحدد الارتفاع ده وتحدد الدورانه دي جت منين، جت ان هنا عدل اهو والرجل بتملى من تحت اهو، ويبقى الخامه لازم تبقى ستريتش. طيب حلو كده يعني تقريبا ايه. بنيجي نعمل بقى السوسته هنا، الكلام ده كله كويس، لسه هنحتاج برضه سوسته هنا. السوسته اللي هنحتاجها هنا بتبقى فوق شويه، ما تبقاش يعني تقريبا شايف النقطه بتاعت النص العرض القالب دي، اللي هي احنا عم بنمشي كده خط من هنا كده اهو قاطع مع مين، مع النص اهو. فبنيجي هنا بناخدها في الحته اللي هي قاطع معاها كده برضه، وننزل شويه وندي السوسته بتاعتنا لغايه فين؟ لغايه تقريبا اقل شويه من يعني اقل 2 مللي من المقاس. يعني لو دي 38 سنتي من هنا، بعدت عدت النقطه دي خلاص، فببدا انا من هنا وانزل ايه واحده من الاثنين واثنين دول، واقول دي السوسته. السوسته دي بتفتح هنا عشان توسع للرجل وهي نازله شويه الاولانيين دول، عشان هنا ضيق ستريتش. خلي بالك ده واسع وهيطلع فوق خلاص زي الشراب. هنا ده ضيق، ده ضيق هنا قوي، فعشان ادخل انا حته بتاعت الرجل دي الحته دي عشان تدخل لازم يبقى العرض ده شغال، فالعرض ده اقل، ما هو والا هيبقى واسع زي البوت العادي. البوت العادي بنسيب وسع شويه، هنا مش هنسيب وسع عشان يبقى ماسك على الرجل، فيبقى في سوسته هنا. السوسته تساعد ان الحته دي تفتح تقوم تدخل ايه الرجل من هنا، فلازم برضه بحط السوسته هنا وقبل البتاع ب 2 سنتي، وهنا ممكن اسيب مثلا 2 سنتي برضه قبل الاخر، واحط سوستتي في النص بالظبط، يقوم الرجل اضمن انها لبست. يبقى دي السوسته تفتح، الرجل بتنزل لغايه الاخر وبيشد بقى ايه الاسترتش وبتاع. لازم تجرب وتظبط برضه يعني، احنا المعلومات دي تساعدك، لكن انت برضو عليك ان انت تراجع الكلام ده مع التلبيس. ده بالنسبه للبوت العالي ستريتش اللي هو بقى موضه دلوقتي كتير، وبيلبسوه خصوصا لو بيلبسوا حاجه قصيره شويه او كده بيبقى حلو برضو، ويجي في الشتاء صحيح ما فيش شتاء قوي، لكن موضه ويتباع حاجه غاليه يعني كويسه، بس خامه تكون ستريتش كويسه ويتعمل بطريقه صح ويظبط مقاساتك صح، وهتفيدك المقاسات دي قوي وانت بتشتغل وتاخد الفكره دي. اشكركم للمشاهده، وارجو ان نكون استفدنا، وناخد بالنا دايما ان ارتفاع الكعب بكل قالب بيخلف كتير في تصميم. يعني البوت ده لو انت بتصمم بتشتغل 3 سم غير خالص اللي بتشتغل 7 سم، غير خالص بتشتغل 9 سم، لان شكل الرجل ووقفه والساق وكل ده بيختلف. ففي اساسيات لكن اتجاه الرجل وزواياها وكده ده بيأثر. ان شاء الله نكون نحاول نستفيد، ونحاول برضه لو عملنا هو شيء كويس ومطلوب وناس كتير بتحتاجه وهو مش موجود وما بتعملش كويس قوي، لو اتعمل كويس بدون كرمشه مع خامه حلوه مع كده هيبقى يعني ان شاء الله برضه شيء كويس. اشكركم، اخوكم سلامه حمزه.